بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في مستشفى الزهرة حاليا مع والدتي، مواليد 1942، كانت تشتكي من ألم في المفاصل في الركب في الكويت، وسوينا لها عملية تبديل مفصل في الركبة اليمين في مستشفى خاص بالكويت وعلى حسابنا الخاص، والحكي هذا قبل 14 شهر. وللأسف ما نجحت العملية وياها، وكانت دائما تشتكي من ألم في الركبة وفي ارتخاء في الركبة، وسبب لها سقوط 4 مرات 5 على الأرض. سمعنا عن دكتور سامح الطرابيشي وإحنا في الكويت، وكثير من الناس اللي كانوا زايرين زكوه. فللأمانة أخذت التليفون، تليفون المستشفى، واتصلت وحجزت موعد. كان الموعد يوم الأحد تاريخ 15/6/2019، وجبت أمي من الكويت وجينا هني. قابلنا الدكتور، من أول فحص شافها قال المفصل تعبان وفي لوز، يعني في ارتخاء في المفصل كبير شوية، والعلاج الوحيد طبعا مع خلل في الأربطة، والعلاج الوحيد اللي هو تبديل المفصل مرة ثانية. مباشرة لثقتنا الكبيرة في الدكتور سامح وما سمعنا عنه، وافقنا على تبديل المفصل كذلك على حسابنا الخاص، وجزاه الله خير. حدد موعد في أغرب فرصة، كانت الدخول يوم المستشفى يوم السبت والعملية يوم الأحد. ودخلت الوالدة وكانت هي بدون تردد، والحمد لله عمل العملية والأمور طيبة، وثقة بالله وبالدكتور أنها نجحت، وكانت تمشي أمي وأمورها لله الحمد والمنة. هذا اللي شفناه، وهذا اللي نزكيه الدكتور سامح لمن يريد أن يعمل عملية مفصل للركبة بعد التجربة اللي شفناها، وعسى الله يفتح عليه ويثيبه في هالأمر هذا إن شاء الله.